شبك؟ معقول ما حسيت إنك غلطت بقرارك المتسرع؟ ليش؟ ليش بدك تعذبها للبنت أكتر؟ سارفاتي بنتنا المسكينة، ما بيكفيها هيك كمان بدك تزيد عليها؟ سهل عليها سقط الولد؟ ما بتتخيل قديش رح تأذيها بتصرفك هاد؟ انتو ليش مصرين تخلوها تتألم أكتر؟ بترجاك جاوبني، ليش بتكرهوها كل هالقد لهالبنت؟ جاوبني لو سمحت. سافيتري، مضطرين نعمل هيك لأنه ما عنا خيار تاني. فكري بعقلك، صح سارفاتي بدها تجيب هذا الطفل، بس لا تنسي أنه رح يعيش كل عمره بدون أب، ورح ينكتب عليه يكون يتيم بحياته. ما لازم نفكر بقلبنا، في طفل رح يكون ضحية مع بنتنا. إليلي، شلون بدها تتحمل مسؤوليته؟ وخاصة إنها لحالها وما حدا واقف معها من بيت عمها، هي الناحية ما لازم ننساها. مزبوط سافيتري، سوري كانت عم يحكي كل الحق، هيك قرار بده تفكير طويل قبل ما يتنفذ، لأنه هذا القرار ما بيرتبط بحياة هذا الطفل اللي جاي وبس، بيرتبط كمان بحياة سارفاتي وزوجها. روحي لعند بنتك، لأنه سارفاتي هلأ كتير بحاجتك لتضلي حدها. يلا روحي لعندها. ليش تركتيني ورحتي بريتي؟ ليش عملتي هيك؟ الوحدة كتير عم تقتلني بغيابك، وما في حدا قدي حزين. شلون بتتركيني لحالي وبتروحي؟ تعي شوفي كيف صرت وحيد من دونك. ليش بريتي؟ ليش؟ مو حرام؟ شو عملت لك؟ بريتي بريتي بريتي، مليت وأنا أسمعه لهالاسم. لك ما بيكفي اللي صار معك من وراها؟ أصلاً كل شي عم نعانيه اليوم هو بسبب جنانك وهبلك. إذا بتريدي رجعي لي صورة بريتي. ما رح رجع لك، بيكفي اللي صار فينا بسبب هالحب الجنوني تبعك. هلأ ما عاد قلنا عين نواجه حدا أبداً. مبسوط على وضعنا؟ أنت دخلت أبوك وأمك على السجن، لسه في شي تساوي؟ اسمعي، أنا ما غلطت بحق حدا، بعدين قلت لك رجعي لي صورة حبيبتي بريتي. معك حق بابيشيا، هالمرة ما كانت غلطتك، الحقيقة إنها كانت غلطتي لحالي. أنا اللي ما انتبهت إنه هاي البنت اللي كانت السبب بتدمير حياتنا وبالمصايب اللي صارت معنا من ورا حبك إلها. أنت ما إلك أي علاقة فيني ولا تتدخلي بخصوصياتي أبداً. يلا أعطيني صورة حبيبتي لشوف. لحتى أخلص من جنونك وخوتك هاد، لازم ألغي سبب المشكلة الحقيقي من أساسه. خد. بابيشيا، انت كيف تتجرأي انك تأذي حبيبتي بريتي بهالطريقة؟ تعرفي شو رح اعمل فيكي؟ اتركني. ها؟ ليش قتلتيها؟ بابيشيا، ليش؟ بابيشيا اتركها، هي امك، كيف بدك تقتلها؟ بلا جنان، عم اقول لك اتركها. اه
يا ربي ساعدني. اتركني اتركني يا حراس، ان شاء الله ساعدونا. يا شرطة ساعدونا، تعالوا شوفوا هالمجنون شو عم يعمل. لك بسرعة، شوفوا في حدا هون، ان شاء الله بسرعة. فوتوا دخيلكم، ابعد عني يا مجنون، افتحوا الباب بسرعة. يلا روح الباب، يلا بعدني، يلا سريع. لك اتركني قلت لك، بعد عنا ولا شو عم تعمل؟ بعد بعد هيك، بعد هيك كان رح يموتني. خلاص حضرة الضابط، بترجاك خدنا على مكان تاني، ما بدنا نضل مع هالمجنون لأنه رح يرجع يحاول يقتلنا. نحن مستعدين نتحمل العقوبة كلها، بس مو مع هالولد هاد. عود يلا وراك، يلا انتوا تعالوا معي، امشوا قدامي، امشي. ارجع لورا، رح اقتلك وين ما كنتي، لانك اذيتي حبيبتي بريتي، رح انتقم منكم وبكره بتشوفوا. سافيتري، كيف سارفاتي هلا؟ هي منيحة مو؟ البنت مانا منيحة، من وقت ما حكيت عن الإجهاض وهي كتير زعلانة، مو قدرانة شوفها عم تبكي، صارت بكيانة بحياتها بما فيه الكفاية. نحن السبب اللي صار معها من الأول لحد هلأ، بسببنا نحن خسرت كل شي وما ضل عندها شي تندم عليه بحياتها، وما في غير هالطفل ممكن يعوضها. ولا تنسى أنه هي ما حصلت على الشي من وقت ما تزوجت، وهالطفل هو اللي عم يصبرها على كل أوجاعها. مو حرام نحرمها من حس الأمومة؟ شو مو لازم تاخد حقها بأنه تصير تاخد قراراتها لحالها وتصير تتحمل مسؤولية قرارها اللي انحرمت منه من بداية حياتها؟ أنا أم وبعرف شو يعني الوحدة تفقد ابنها، لهيك أنا متعاطفة معها. بترجاك تساعد بنتي ولا تحول سعادة سارفاتي اللي عم تعيشها هلا لمأساة، ما رح تقدر تتحمل هالصدمة. ما عاد بدي شوف بنتي عم تبكي، بترجاكم ارحموها. سافيتري خلص لا عاد تبكي، خلص كل شيء رح يصير مثل ما بدك، بس امي يا امي اسمعي شو صار. بنتي شو صار؟ ليش ما تترك لهالقد؟ صارت شغله ما بتطمن يا امي. خير بنتي شو في؟ بصراحه انت بس تعرفي رح تنصدمي كثير. كانت الاخت سافيتري عم تحكي مع عمي عن موضوع سارفاتي، ويلي بتوقعه انا هلا انه عمي وافق معها على انه سارفاتي ما تنزل الولد يلي ببطنها. متاكده؟ ايه متاكده. بصراحه انا قلقانه عليكي انتي، لازم تتصرفي بسرعه احسن ما تفشل الخطه يلي كنتي حاططيها براسك. مينكا؟ خير شو في بنتي؟ يا أمي والله قلقني موضوع سارفاتي. صحيح، بتصدقي إني مو عرفانة حدد أي الصح وأي الغلط بهالموضوع؟ بتمنى ما نتخذ قرار سريع نقوم نندم عليه كل حياتنا. بس يا أمي ما حدا مقصر مع سارفاتي، صح الظروف اللي عم تمرق فيها هلأ صعبة،
بس أنا بظن إنه أحسن لسارفاتي إنه تروح بسرعة وتنزل الولد، لأنه هاد الشيء اللي لازم يصير. مينكا؟ أمي، أنا بعتبر سارفاتي مثل بنتي تماماً، ومصلحتها بتهمني، لهيك ما بدي ماضيها الأسود يفسد أيامها اللي جاي ويخليها تتعذب. كيف بدها تربي لحالها وتتحمل مسؤوليته وما في معها رجال يقدر يسندها؟ بالإضافة إنه هاد الولد ابن الشخص اللي دمرها وخرب لها حياتها، كيف بدها تحافظ على ابنه وتربيه للشخص اللي عمل معها كل هاد؟ أمي، أنا ما عاد رح أسمح لبنتي سارفاتي تدمر حياتها أكتر من هيك. وبعدين هي لازم تلاقي شخص يحبها وتكفي بقية حياتها معه ويعوضها عن كل الأحزان اللي عاشتها من قبل. بس هلأ مين اللي بده يتزوجها ومعها ولد من زوجها الأول؟ إذا سارفاتي بتضل مصرة إنها تخلي الولد وتربيه، مستحيل تتزوج. أمي، طيب خلينا نفكر بوعي أكتر لحتى نطالع سارفاتي من هالحالة. شو لازم نفكر بغير إنه نزوجها؟ أصلاً سارفاتي لساتها صغيرة وألف واحد بيتمنى ظفرة. بعدين أمي، مين اللي رح يدير باله عليها بالمستقبل؟ نحنا مو دايمين لها، فكري بس شوي شو رح يصير فيها. صح كلامي ولا لا؟ يمكن معك حق بهالشغلة. تعي معي. لوين؟ هلأ بتعرفي لوين، يلا. سارفاتي بنتي، نحن مقدرين الوضع اللي انت فيه، بس انت ليش مو حابه تنزلي الولد؟ مشان تضلي تتعذبي كل حياتك؟ لا تفكري جابت الولد شغله سهله. قومي معي. لا بترجاكي، ما بدي اروح على مكان، انا بدي ضلني قاعده هون. سارفاتي، انت ليش مصره ما تفهمي اللي عم اقول لك اياه؟ ما بدي روح على أمي ولا حكي، مو على كيفك الموضوع. أختي ما رح تروح على مكان، وما حدا بيقدر يجبرها على شيء. لاكشمي، بعدي عن طريقي أحسن لك، ما معنا وقت أبدا. لا لا، ما حذرتي، وعلى فكرة ما فيكي تاخدي أختي بهي الطريقة. لاكشمي، أنتي ما فيكي تجبريها أبدا إنها تروح معك على أي مكان غصبا عنا. لاكشمي، بعدي عن الباب وخلينا نطلع، نحن منعرف مصلحتها أكتر من غيرها بكتير. بعدين لا تحاولي مرة تانية تتدخلي بأمور اللي أكبر منك. لا تنسي القيم اللي علمتكن ياها، ولازم تتقيدوا فيها. مو نسياني أصلاً يا تيتي، أنا بحترم كل القيم والعادات اللي علمتينا عليها، وأنا اليوم ما عم بتجاوز هاي القيم، بالعكس أنا عم قوم بواجبي كأخته. بس عم قلك ما بدي. خلص بلا كثرة حكي وبعدي من وشي. لا استني خالتي، لا تروحي. ما بدي، ما بدي نزله. خلص تعالي عليك أمي. لاكشمي، ما في تاخديها. وقفي لاكشمي. يا أمي أختي، هلا بترجاك تركيني. استني عم قلك ما بتقدري تاخديها. بدي روح على محل. قلتلكم خلص بكفي. أمي وين أمي؟ يا أمي، أمي ماما بترجاك تركيني. تركيني، ما بدي روح على محل. أنا ما عم أعمل هذا الشيء غير لصالحك، افهميني. رجعاني تركيني. امشي، اتركوني مشان الله، اتركوني. خلص استني شوي. انت شو بدك تاخدي بنتي؟ اسمعيني اختي، اللي رح اعمله هلا لمصلحه سارفاتي، لهيك لازم تروح معي. هذا الطفل بده يدمر حياته، ولازم ما تعتبره هديه معه، ما رح تقدر تكمل حياته. ضروري تنزل هذا الولد وبسرعه، احسن ما ياثر عليها. لازم ما ننسى انه هلا حاله سارفاتي سيئه وما بتخليها تقرر الشيء الصح، وبهي الحالة القرار اللي حضرتها رح تاخده نحن بس اللي رح نتحمل مسؤوليته بالمستقبل. أمي، أنا غلطاني شي؟ مينكا معها حق يا سافيتري، من الأفضل إنه ماضي سارفاتي ما يأثر على مستقبلها لتقدر تكفي حياتها. يلا بعدي عن طريقي. لا تعرف. ما في طفل بيكون عبء على أمه يا ست مينكا، ما أنت عندك ولد وبتعرفي شعور الأم. اختي اسمعيني، هلا مو وقت الحنان والعواطف،
هلا الواحد لازم يشغل العقل ليقدر يختار الصح وما يندم لاخر عمره. انا ما ادرى مشاعره، بس يا ترى سرفاتي رح تقدر انه تربي الولد لحاله؟ اصلا الطفل هو الامل الوحيد للسعاده عند الام، وهو بس اللي بيربطها باسمى العلاقات الانسانيه. لهيك بتلاقي الام عندها استعداد تحارب وتواجه كل الدنيا كرمال ولد من ولادها. اختي فهميني، ما في اسهل من الحكي والتنظير، بس يصير الواحد بهيك موقف. بس الواقع بيختلف والواحد لازم يكون واعي ليتجاوز المشكله. يلا سرفاتي بلا ما نضيع وقت اكثر، امشي. ميكا انت ما فيكي تاخدي سرفاتي على اي مكان غصب عنها. سرفاتي حره بحياتها وهي بتقدر تقرر شو اللي بتعمله وشو اللي ما لازم تعمله بحياتها، وهي بتختار. قولي سرفاتي، انت شو حابه تعملي؟ بدك تخلي الولد ولا لا؟ قولي قرري سرفاتي قبل ما يسرقك الوقت بنتي، لانه الندم بعدين ما رح يفيدك ابدا. لازم تقرري هلا، ما لازم تخافي من اي حدا بهالدنيا. انا معك على طول، رح اوقف معك باي قرار بتاخديه، بس المهم تكوني مقتنعه. يلا بنتي قولي، احكي سرفاتي ولا تخافي. سرفاتي امي. ماما انا كتير حابه اني اجيب هذا الطفل وربيه. اسمعي سرفاتي، فكرتي بقلبك واخذتي هذا القرار، بس صدقيني انك رح تندمي عليه بالايام اللي جايه. صدقيني عم بحكي لمصلحتك، بكره المستقبل ما رح يجيب لك غير الاسف والعذاب. رح تحسي انك لوحدك وانه ضاع عمرك على الفاضي وما عملتي شيء بهالحياه تقدري يفرحك. لا تخلي الماضي يدمر مستقبلك. بنتي سرفاتي، بدي اياكي تفكري بعقلك بنتي، وبدي تفكري بمستقبلك اللي جاي. لا تفكري الامور بهالسهوله اللي انت شايفتيها. نحن عم نحكي هيك لمصلحتك ولانه منحبك ومنخاف عليكي. انت ليش ساكت هيك؟ ما تحكي شيء، ما تقلها تبطل هالعناد وتروح تنزله. لك معقول نكون انا وامك بنتمنى لها الشر لحتى ما ترضى بنصيحتنا؟ كيف بدها تجيب ولد من دون ما يكون عندها رجال تستند عليه ويربيه معها؟ انت مو حاسس بالمشكله؟ ما تفهم الحقيقه. بكره بس يجي ابنه ويسالها وينه بابا، شو رح تقول له؟ طيب انت قلي كيف تقدر تتحمل تانيب الضمير طول عمرها؟ رد علي رجاء، ليش ساكت؟ لك يا خالي، بدي اقول لك انه انا مستحيل اقتل ابني اللي جوات بطني، وحرام ارتكب جريمه بحقه وبحق حالي، لهيك مستحيل اتخلى عنه. تيتا صار في نسبة كبيرة من النسوان عم يربوا أولادهم لحالهم من غير جوازهم، من وراء أخلاقكم العالية عم بيكونوا الأولاد مثال حقيقي للتربية والأدب. بعدين وجود الرجال مو مهم بالنسبة للأطفال. أنا رح أعوض ابني عن أبوه، ورح أعمل المستحيل لخليه يربى صح، ورح أحميه بروحي. بابا حبيبي، من أنا وصغيرة عم بتعلم شغلات من أمي، وأكتر شي تعلمته منها هو حس الأمومة الكبير. أبي هذا الطفل رح يكون كل حياتي. بترجاك لا تحرمني من هالسعادة بابا. طيب بابا هذا الطفل شو ذنبه؟ شو ذنبه لحتى ينقتل بهي الطريقة؟ مو إجرام إذا خليتوني نزله هيك؟ أصلاً إلي كل الحق إني جيبه على هالحياة بابا، وباعتبار إنه أنا أمه إلي حق إني خليه ببطني.
انت ما ترد عليها الا الحقيقه. خليها تصحى بقى. قلي ليش بعدك ساكت؟ سوري كانت حاول تفهمها يا ابني ان الواقع بيختلف عن الاحلام. ممكن بلحظات نحس انه ما منقدر نواجه خيارنا، بس لما هو بصير حقيقه رح تنقلب كل الموازين. اذا كنتوا حاسيني انه انا وابني عبء عليكم كلكم بالبيت، فأنا عندي استعداد ربي لابني من دون ما تعب حدا. إذا ما حدا منكم حبه لابني وكان مستعد يرحب فيه بهالبيت، فما رح يهمني أبدا. وساعتها عندي استعداد آخذ ابني وبعد عنكم كلكم لبعيد، وإلا ما لاقي شي مكان عيش فيه أنا وياه. والله أكيد ما رح ينسانا. تعالي سارفاتي. قيم التضحية بالحياة هيك ما كانت موجودة أبداً بعيلة جاروديا من بداية نشوءها لحد هلأ. إذا حاسة إنك قادرة تمنحي طفلك حياة مريحة وتقدمي له اللي بيرغب فيه، فنحن لازم نكون معك ونساندك. ويا ويلك ترجعي تحكي عن الطلعة برات البيت، لأن أولاد عيلة جاروديا ما بيتركوا بيت أبوهم غير وقت بيروحوا على بيت زواجهم طبعاً. وإنت مو بحاجة أبداً لتتركي بيت أبوك طالما أنا عايش، وإلك الحق بهذا البيت مثل أي حدا تاني من إخواتك البنات، مو بس إنت وابنك كمان. على فكرة اليوم حلو كتير، ما هيك؟ أمي أنا مبسوطة كتير اليوم، بنتي أخذت القرار المناسب وبرغبتها وبإرادتها. مالي مصدقة، يعني رح تجيبي لنا بوبو صغير حلو مثلك وأنا رح صير خالة؟ يا الله. إيه عن جد كلياتنا هون عم نستنى هاللحظة. بكرة بس يجي الصغير رح نلعبه ونخلي ضحكته تعبي كل البيت. رح نعتني فيه منيح نحن الثلاثة، ما هيك؟ أختي فرحت لك من كل قلبي على القرار يلي أخدتي مشان الولد يلي بدك تجيبي. وبصراحة يلي فرحني أكتر وأكتر إنه عمي وافق على قراري. صحيح أنا كنت ضد القرار أول شيء، بس هاي روح ونحن ما بيحق لنا نتخلص منها بهالطريقة يلي كاتبه رب العالمين بده يصير. منيح يلي حسمتي أمرك، لأنه كنا ما رح نسامح حالنا لو تخلصتي من الطفل. إيه والله معك حق، في شي جواتي منعني اني اتخلص من ابني، يمكن لاني اول مره بحس بشعور الام. حبيبتي اكيد انت تعبانه، لازم ترتاحي شوي. ايه لاكشمي معها حق، بنتي لازم ترتاحي شوي. يلا اتركوها.
مو بقيان علي غير شغلة واحدة لازم ساويها، وبعدها فيني نام وأنا مرتاحة. والله حاسة إنك تسرعت، قرارك كان مو مناسب أبداً. أمي، أنت بتعرف الظروف يلي عم تمر فيها سرفاتي، ما كان في حل تاني غير إقبل. بعرف إنه القرار اللي أخدته صعب، وأنا ما رضيت وقف بوش مستقبلها، واحترمت تصميمها وشجاعتها. لأنه البنت تعذبت كتير، بنتي مسكينة. أنا بعرف إنه ما قدرت تحصل على حب أو دعم من زوجها، بس هي مشان ما تواجه مشاكل بحياتها قامت تصرفت بذكاء، وما رضت إنه يهزم الوقت أبداً. ثقتها بنفسها كتير كبيرة. بحياتي ما شفت حدا بيحب الحياة قدها. البنت صارت قوية وواعية، حابت تتحمل مسؤولية أعماله، ومشان هيك أخذت هالقرار الجريء. كمان هي بتعرف تميز بين الصح والغلط يا أمي، وبالحالة إذا نحن عائلتها ما ساندناها بالقرار الصعب اللي أخذته، رح تفقد ثقتها بنفسها وتنهار، وممكن تساوي بحالها شيء، وأنا ما بدي يكون السبب بهالشغلة، وما بدي أشوف حياة بنتي عم تتدمر قدامي. ما نحن لازم نشجع أولادنا ونوقف جنبهم وقت اللي بيواجهوا المشاكل، وما نتركهم لحالهم بنص الطريق. ما حدا إله أي حق بأنه يحرم الأم من طفلة أبداً، يعني قد ما كان بضل من لحمة ودمة، ما حدا بيحق له. أمي، رح تعيش سرفاتي مبسوطة كتير بحياتها، صدقيني رح يغير لحياتها الطفل. شوفيها من هلأ قديش فرحانة إنه رح تجيبه. هي تعذبت كتير بحياتها، وصار من حقها إنه تفرح لها شوي، هيك أو لا؟ يمكن يكون حكيك مزبوط، بس ما فهمت وجهة نظرك، مع إني كمان أم وفي عندي ولاد، بس رح أدعي لها من كل قلبي. الله يوفقها، ما بتستاهل الشي اللي صار فيها بنوب. إن شاء الله بتقوم بالسلامة. حماتي، صدقيني أنا زعلانة كتير كرمالك. أنت كنتي عم بتفكري بمستقبل سارفاتي، بس أبي فاجأني وصدمني كتير بالأخير. يعني بدل ما يجي معك راح رد على كلام بنته ووافق على قرار الغلط. من شوي أنا شفتهم هني عم يحكوا مع أمهم، كانوا البنات عم يحتفلوا مبسوطين وفرحانين كتير، لقوا عم بيهنوا على القرار يلي أخدته. كمان أنت لازم تحكي مع عمي وتقلي له إنه القرار يلي أخدته بنتك غلط تماماً. يعني بكرة إذا جابت الولد العالم شو بدها تحكي علينا حماتي؟
بس بدي افهم بشو عم يحتفلوا. ما نون عرفانين المساكين انه هيك دمروا مستقبلها؟ انا بحياتي ما شفت حدا بيفرح بغلطته. حماتي بكره مين بده يتزوجها بهيك ظروف؟ ما عاد عنا اي حل. بقرارة سكرت كل الابواب بوشنا. يعني قلال يلي بيرضوا يتزوجوا وحده مطلقه، لا وفوق هاد حامل بولد كمان. يا حماتي انت لازم تتصرفي. يعني برايي اذا سارفاتي ما نزلت هالولد باسرع وقت رح تضل قاعده هون بخلقتنا وفوق نفسنا كل العمر. ساتيا كانت، انت ما بتقدر تاكل لحالك، حالتك الصحية ما بتسمح لك تتحرك منيح، ما هيك؟ خلص بدبر حالي لك شمي، بعدين انا لازم اتعود، وخاصة اني انا رح صير عايش لحالي. طيب شو رأيك ضل عندك كم يوم؟ بساعدك، يعني احسن ما تتعذب لحالك. لا ابدا، ومستحيل اني ارضى. يعني إذا ما حدا لسه عرف بقصتنا، نحن منعرف، ما ضروري نكمل ونعيش بحياة كلها أوهام. زواجنا هاد مجرد كذبة بالأيام الماضية، والحياة خلصتني كل شي بملكه. ساتيا كانت، ما بديك تحكي هيك. عمي انت هون؟ عود ارتاح، خليك قاعد، طمني على حالك، كيف صرت هلا؟ الحمد لله احسن من الاول، وكمان رح يخرجوني من المستشفى عن قريب كم يوم وبرجع على بيتي. اجيت لاخدك على البيت، على بيتنا. صدقني ما في داعي، انا تعافيت وصحتي صارت كتير منيحه. بعدين عمي انا ما بدي اعذبكم فيني، خلص أنا برجع على بيتي. يعني نحن ما منعني لك شي؟ لا طبعاً مو هيك قصدي عمي، كل القصة وما فيها أنه أنا ما بدي أغلبكن معي. بعدين في عندي شغل وبدي أنزل على المكتب. ساتيا كانت، أنا هاي الشغلات ما بتمرق علي أبداً. شغلك بالمكتب بتأجله لبعدين، أنت بحاجة للراحة هلأ، وبدك تجي معي على البيت بدون ولا كلمة حتى تطيب وتتعافى. يلا يا بنتي ضبي له غراضه. عن جد؟ رح نروح على البيت. وليه؟ انت شو جابك لهون؟ انا ماني مبسوطه كتير بشوفتك بافيشيا، اجيت لهون لخبرك انك حتكون اب كتير عاطل. انا حامل منك بافيشيا. شو قلتي؟ للاسف رح تصير اب، اكيد انت ما انبسطت بهذا الخبر. عاده اللي بده يصير اب وقت اللي بيسمع هيك خبر بيكون طاير عقله من الفرحه. بافيشيا انا بحياتي ما رح شوف اب اسوأ منك بهالكون. بالرغم من انك رح تصير اب، رح تكون الوحيد اللي ما رح يستمتع بالابوه. بعدك اني ما رح سمي الولد على اسمك رح احرق لك قلبك. رح ابعده عنك قد ما بقدر وخليك تشتهي تشوفه. ورح اوضه عن غيابك واعطيه كل شيء بحياتي مشان يضل مبسوط، ورح استمتع بكل لحظه رح اقضيها معه وما رح خليه يتذكرك بالمره. وانت؟ انت رح تكون هون لحالك قاعد بالسجن. رح تكون ليل نهار قاعد بين هدول القضبان. حتى اني ما رح خبره لابني انه ابوه لساته عايش. اكيد ما بيشرفه انه ابوه يكون مجرم. انا وياه رح نكون مبسوطين برا وانت قاعد هون عم تتعذب. صدقني رح خليك تندم على الساعه اللي سمعت فيها انه رح يجيك ولد. يعني انت مبسوطه لانك عم تعذبيني هيك؟ والله لخليك تندمي على حكيك هاد. ايدك هي بكسرها اذا بتمدها، فهمان؟ لساتك مفكر اني عندك وبيتكم؟
لا بافيشيا، انت ما فيك تأذيني ابدا بعد هاللحظة، لانه هي اللي واقفة قدامك ما بقى تحس بالخوف والتوتر منك ابدا. سارفاتي تغيرت، انا صرت ام وما عاد شي يخوفني. والله ما رح اتركك، واكيد رح خلص عليكي. على مهلك يا ابني. سافيتري، ايه شوي شوي على مهلك ابني. اهلين. ساتيا كان جاي يقعد عنا بالبيت كم يوم. رح يضل هون لحتى يتعافى وترجع صحته مثل ما كانت. يلا روحوا حضروا له غرفة خليه يقعد فيها ويرتاح. حاضر، بس هيك انت. سافيتري، ساتيا كانت لازم راحة، هلا مو وقتها. فضيله شي غرفة، يلا الزلمة تعبان وبده يرتاح، وما بدي حدا يضايقه طول ما هو عنا. يلا ابني تفضل. على مهلك، على مهلك. ساتيا كانت، على مهلك. ماما. عندي علم، بعرف قصة العلاقة تبعكم. انتو بصراحة ما لازم تقعدوا بغرفة لحالكم هيك. طمني، لا تاكلي هم، انا رح روح لعند ابوكي هلا واحكي له كل شيء. انا متأكدة انه كان عندكم سبب مشان هيك مثلتوا على الكل بهالطريقة. رح وضح له الموضوع ورح يتفهم انكم عملتوا هالشي مشان سارفاتي تاخد حقها. رح يتفهم القصة وما رح يعصب عليكم. لا تخاف يا بنتي، انتوا ما عملتوا اي شي غلط، سويتوا كل هالشي مشان مصلحة سارفاتي، مو هيك؟ خلص أنا رح أحكي مع أبوكي وأكيد هو رح يسامحكم. اليوم بدي أحكي بموضوع كتير مهم وضروري، أو نحنا مالنا دريانين بشي. يا جماعة أنتوا بتعرفوا شو عم بيصير هون من ورا ظهركن؟ خير، شو صاير؟ احكي منك. شو ما كان اللي صاير، طمني امي، بعرف انه لاكشمي عملت كل هالشي مشان سارفاتي. بس كمان ما فينا ننكر بنفس الوقت انه لاكشمي بتضل بنت من بنات هالعيلة. وما بيحق لحدا مين ما كان يكون يوسخ أو يلعب بسمعة عيلة جارودية ولو شوي. ما عم افهم انت شو يلي عم تقولي؟ البنت شو عملت؟ ليش؟ ما بتعرف انه بنتك غلطت وخلت سمعة وشرف عيلة جارودية يصير بالأرض؟ وهلأ
قصدي يا جماعة بعد ما عرفنا الحقيقة كلياتنا لازم نعمل شيء وما نضل قاعدين وساكتين. يمكن بحياتك كلها ما تخيلتني إني رح كون أم منيحة مع بناتك، بس صدقني أنا بحبهم مثل بناتي عن جد، دائماً بتمنى لهم الخير، وإذا غلطوا بشي أنا ما فيني أقعد وضل ثابتة على الغلط. مفروض نوعيهم ونفهمهم لما يكرروا غلطهم. لاكشمي وساتيا كانت ما فيهم يضلوا مع بعض بغرفة وحدة، على القليل ببيت آل جارود، يا البيت اللي ساكنين فيه، وما رح اسمح لهم يساووا هالشيء قدام عيوننا. انت شو عم تحكي مينكا؟ شو نسياني انهم متزوجين؟ هدول الاثنين كذبوا علينا كلياتنا. ما في شيء بيربط بيناتهم، خدعونا وضحكوا علينا، كانوا عم يتظاهروا انهم عرسان ومتزوجين قدام الناس، بس الحقيقة طلعت انهم كذابين ومانهم متزوجين.